عابد رئيس حزب الوفد، لجنة حزب الوفد ببولاق الدكرور، بأرحب بيك في البداية. أهلا بيك يا نشوى وأهلا بقناة الحياة. بشكرك جدا. كلمني كده، النهارده انا شايفه تجمع رائع جدا من الازهر والكنيسه والساده النواب ويعني احزاب اخرى، ويعني يسرني ان انا ان شاء الله هتحاور معاهم بعد قليل. كلمني كده عن اليوم النهارده وترتيبه كان عامل ازاي؟ والله يا استاذه نشوى، هو الحدث فرض نفسه، يعني طبعا الحدث اللي حصل اليوم الاحد الماضي في الكنيسه البطرسيه كان حدث قوي جدا واثار فينا الشجن واثار فينا الالم، واحنا كلجنه الوفد في ولايه دكرور من واقع حسنا الوطني واحساسنا بالمسؤوليه تجاه المجتمع اللي احنا موجودين فيه، لقينا ان اللي زم علينا ان احنا نقوم بهذا الحفل التأبين اللي احنا عملناه النهارده بمشاركه بلجنه المواطنه في حزب الوفد في ولايه دكرور، علشان نقدر نوصل رساله ونقدر نوصل رساله قويه ان احنا رافضين لهذا الحدث، واحنا في ظهر الدوله وبندعمها في الاجراءات اللي هي بتحاول تعملها لمنع تكرار هذا الحدث مره اخرى، وبنبين ان في ضغط شعبي وموجود من القوى السياسيه اللي موجوده، والحمد لله الاحزاب اللي موجوده في بولاق، حزب المؤتمر ممثل في خالد الجرواني شرفنا النهارده امين حزب المؤتمر، الاستاذه غاده منصور امينه حزب حماه وطن في بولاق دكرور شرفتنا النهارده، لان هم بيحاولوا يبلغوا برضو نفس الرساله، احنا نرفض هذا العمل ونريد تغيير الواقع الا يتكرر مره اخرى. بالتاكيد، وكلنا نتمنى ده يا استاذ احمد، يعني بالتاكيد ان شاء الله يا فندم هيحصل، ومصر في امان وبخير طول ما احنا كلنا مع بعض وايدينا في ايدين بعضينا مسلمين ومسيحيين، ولازم نحافظ على بلدنا، ودي رساله احنا حاولنا نوصلها النهارده، اتمنى انها تكون وصلت للساده المسؤولين سواء في مجلس النواب او الساده التنفيذيين، عشان يقدروا يقوموا باجراءات اللي تحول دون وقوع تكرار وقوع هذا الحادث مره اخرى. بشكرك جدا، بشكرك جدا. الان لقائي مع استاذ عماد ابراهيم حزب الوفد.